اثار غزيره على محافظه الاسكندريه في عده مناطق اليوم الاحد. انخفاض في درجات الحرارة والطقس المائل للبرودة منذ ساعات الصباح. اهلا بكم متابعينا متابعين شبكة في كل مكان. احنا في الاسكندريه اليوم الاحد وحاله الطقس في الاسكندريه، كما نشاهد سيارات الصرف الصحي في الاسكندريه على كورنيش الاسكندريه والاماكن الساخنه لسحب صرف مياه الامطار اولا باول، حيث شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة منذ ساعات الصباح طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على محافظة الإسكندرية. ومن جانبه اعلن اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بمحافظه الاسكندريه استمرار رفع حاله الطوارئ وتمركز سيارات ومعدات وبدلات شركه الصرف الصحي بمحافظه الاسكندريه بالمناطق الساخنه على مستوى المحافظه، وايضا استمرار اعمال تطهير شمايك الشبكات والتخلص من المخلفات التي تحملها مياه الأمطار أولا بأول. وأشار رئيس شركة الصرف الصحية أن الشركة تستعد قبل بدء كل نوة ب 24 ساعة فور ورود إنذار من هيئة الأرصاد الجوية بانتشار 102 سيارة و22 بدالة من الشركة و20 سيارة من الأحياء و3 بدالات من شركة مياه الشرب حتى. ومن جانبه أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليمات مشددة وسائل الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجات الاستعداد وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وكسح مياه الأمطار أولا بأول. وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال. انتشار على الإسكندرية منذ الصباح والطقس مائل للبرودة على عروس البحر المتوسط.